أول علامة للقلب الميت أنه يدعو الناس إلى ما يكرهه الله ورسوله. هذا القلب دأبه دائما أن يدعو الناس إلى ما يكرهه الله ورسوله وينهاهم عما يحبه الله ورسوله. شغله الشاغل إذا شاف واحد على الصراط المستقيم أن يحيد به عن هذا الطريق، إذا شاف واحد في الضلال أن يثني عليه في ضلاله، يعمل بالضبط عمل إبليس. إذا شافت صديقتها انضبطت بالشريعة تسخر منها، تهزأ من شكلها، تهزأ من برنامجها، وإذا شافتها ذهبت إلى التفلت أثنت عليها ومدحتها. صاحبة هذا القلب قلبها ميت، هذا القلب دأبه دائما أن يدعو الناس إلى ما يكرهه الله ورسوله وينهاهم عما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال والاعتقاد، فهو لا يستحي ولا يرعوي، ما في حياة بنوب، وإنما الحياء من الحياة لفظا ومعنى. الحياء منين بيجي؟ إذا واحد حي، أما الميت ما بيستحي، ففقد الحياء دليل على فقد الحياة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر فهو ميت القلب. فأول علامة للقلب الميت أنه يدعو الناس إلى ما يكرهه الله ورسوله.